السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة اليوم بعنوان التدوين أو المدونات، والتي تعتبر من أهم منصات التدوين. كلنا بنعرف موضوع المدونات، وشفنا على محرك البحث جوجل لما انت تكتب مدونة مثلا الإعلامي فلان، مدونة مثلا ثقافية، مدونة مثلا بعنوان مثلا المطبخ الفلسطيني، مدونة بعنوان الثقافة الفلسطينية، مدونة. المدونات أشكال وأنواع مختلفة موجودة، ونراها كل يوم ونتصفحها كل يوم، مثلها مثل المواقع الإلكترونية، مثلها مثل منتديات، كما نتصفح الشبكات الاجتماعية. ولكن المدونات لها خواص تختلف على باقي اللي هو المنصات، وسنتعرف ما هي تعريفها. طبعا مصطلحها اللي نسميها بلوج، أو اللي هو أو المدونة. طيب، ما المقصود بالمدونة؟ المدونة هي التعريب الأكثر قبولا لكلمة طبعا بلوج بمعناها باللغة الإنجليزية، والتي هي عبارة عن نحت من كلمتي ويب بلوج، بمعنى سجل الشبكة، وهو تطبيق من تطبيقات الإنترنت يعمل من خلال نظام لإدارة المحتوى، وهي في أبسط صورة عبارة عن صفحة ويب تظهر عليها تدوينات مدخلات مؤرخة مرتبة ترتيبا زمنيا تصاعديا، تصاحبها آلية لأرشفة المدخلات القديمة، ويكون لكل مدخل منها عنوان دائم لا يتغير منذ لحظة نشره، ويمكن للقارئ من الرجوع إلى تدوينة معينة في وقت لاحق عندما لا تعود متاحة في الصفحة الأولى للمدونة. طبعا هذه الآلية للنشر على الويب بتعزل المستخدم عن كل التعقيدات التقنية التي ترتبط عادة بهذا النوع من النشر، فتتيح لكل شخص أن ينشر كتاباته بسهولة بالغة. إذن يعني هي بصورتها البسيطة عبارة عن صفحة ويب، يعني صفحة في الويب تحط عليها اللي هو التدوينات المدخلات، يعني إيش بتدخل عليها بيانات، بترتبها طبعا ترتيبا زمنيا تصاعديا زي ما بصير عندنا في استعمالك أنت للفيسبوك. طبعا بصير عملية أرشفة للمدخلات القديمة، يعني بتم أرشفة اللي هو البيانات والمعلومات اللي بتدخلها بشكل مؤرخ وبشكل مرتب زمنيا وتصاعديا. طبعا هذا بالنسبة لتعريفها، يعني اللي هو بمفهومها العام. أيضا هذه الآلية بتخلينا أنه احنا ننشر طبعا على الويب، اللي هو إيش هو الويب، اللي هو مثلا الشبكة اللي بندخل لها www. ونكتب اللي هو اسم الموقع اللي بيدخلنا على اللي هو الشبكة العنكبوتية، واللي بنلفظ لها بكلمة الويب. طبعا تتيح لكل شخص انه ينشر كتاباته بسهولة بالغة، ويتيح موفرو الخدمة آليات أشبه بواجهات بريد إلكتروني على الويب، بتتيح لأي شخص أيضا انه يحتفظ بمدونة ينشر من خلالها وما يريد بمجرد ملء نماذج ضغط أزرار. كما أيضا يتيحون أيضا خصائص مكملة تقوم على التقنيات مختلفة لنشر التحديثات وخدمات أخرى للربط بين هذه المدونات. والأهم من ذلك كله هو التفاعل بين المدونين والقراء من خلال التعليق طبعا على مدخلات المدونة. يعني أنت إيش بتدخل على المدونة من معلومات وبيانات، القراء أو المدونين بيعلقوا عليها، زي مثلا لما بتحضر في اليوتيوب مش بتلاقي ناس بتعلق تحت، في الفيسبوك مش انت بتنشر منشور وناس بتعلق لك تحت، ايضا المدونة انت بتنشر تعليق يعني منشورك في المدونة، سواء كان المنشور هذا مقالة او صور او فيديو بيعلقوا لك عليه، ولكن داخل المدونة بمختلف الوسائط التي يتم اتاحتها داخل المدونة. طب علماء علم الاجتماع من وجهة نظرهم بينظروا أنه التدوين باعتباره هو وسيلة النشر العامة، اللي أدت إلى زيادة دور الويب باعتبارها وسيلة للتعبير والتواصل أكثر من أي وقت مضى، بالإضافة إلى أنه كون وسيلة للنشر والدعاية والترويج أيضا للمشروعات والحملات المختلفة.
وقالوا انه بيعتبروا يمكن انه نعتبر انه التدوين كذلك الى جانب البريد الالكتروني اهم خدمتين ظهرتا على الانترنت على وجه الاطلاق، يليه الويكي ايضا، وبعد ذلك ان الموضوعات اللي بتناولها الناشرون في مدوناتهم تتراوح ما بين اليوميات والخواطر والتعبير المسترسل على الافكار والانتاج الادبي والموضوعات المتخصصه في مجال التقنيه وانترنت نفسها، وبينما بيخصص بعض المدونون مدوناتهم للكتابه في موضوع واحد، ويوجد اخرون يتناولون موضوعات شتى فيما يكتبون، كذلك توجد مدونات تقتصر على شخص واحد واخرى جماعيه فيشارك فيها طبعا العديد من الكتاب، ومدونات بتعتمد اساسا بس تكون بس اعتمادها بس على الصور الفوتو بلوج والتعليق عليها ايضا. على نحو ما كانت الحرب على العراق سببا من انواع زيوع صيت هذه المدونات وانتشارها، فمن ناحية ظهرت في عام 2002 مدونات مؤيدة للحرب من أشهرها إنستابوند، وفي عام 2003 ظهرت المدونات كوسيلة العديد من الأشخاص المناوئين للحرب في الغرب للتعبير عن مواقفهم السياسية، ومنهم مشاهير السياسة الأمريكية من أمثال واردين، كما غطتها مجلات شهير كمجلة فوربس في مقالات لها، كما كان استخدام معهد آدم سميث البريطاني لهذه الوسيلة دوره في تأصيلها. من ناحية أخرى ظهرت مدونات يكتبها عراقيون، بعضهم يعيشون في العراق ويكتبون عن حياتهم في الأيام الأخير لنظام صدام حسين، وأثناء الاجتياح الأمريكي اكتسبت بعض هذه المدونات شهرة واسعة وغدى قراؤها بالملايين، وطبع أحدها وهو أين رائد، Where is رائد، طبعا المكتوب كان في غالبيته بالعظمى باللغة الإنجليزية في كتاب، وظهرت أخريات يكتبها جنود غربيون في العراق مما شكل مفهومها حديثا لدور المراسل الحربي. وفي عام 2004 أصبحت المدونة من ذلك الوقت ظاهرة عامة بانضمام العديد من مستخدمي الإنترنت إلى صفوف المدونين وقراءها، كما تناولتها الدوريات الرقمية أو الدوريات الصحفية التي أصبحت المدونة هنا نوعا من أنواع الإبداع الأدبي المتعارف عليه، تنظم له دور النشر والصحف في إصداراتها الرقمية، المسابقات لاختيار أفضلها من حيث الأسلوب والتصميم واختيار الموضوعات مثل المسابقة التي نظمتها صحيفة جارديان البريطانية. الاسم اقترحت الصيغة التالية كبدائل للكلمة المستعارة بلوج بمدونة، الاسم الأكثر شعبية حاليا باللغة العربية مكتوب، كما لا تزال تستخدم الكلمة المستعارة من الإنجليزية، وتعرب بلوج في مصر أو بلوج في دول الخليج العربية أو بلوغ في الشام حسب نمط التعريب الشائع في المنطقة، يعني بلفظوها مثلا في مصر بلوج، في دول الخليج بلوج، في مثلا الشام بيقولوا عنها اللي هو بلوغ، حسب نمط التعريب الشائع في المنطقة واللهجة، بحيث تؤدي جميع النطق بلوك، كما يطلق على المداخلة الواحدة من ضمن المداخلات العديدة التي تشكل المدونة باسم بسموها تدوين. طيب تدوينة، لأنه في المدونة بتدون أنت تدوينة، في مثلا في الفيسبوك بيقولوا منشور بوست، في التويتر ايش بيقولوا، بيقولوا اللي هو مصطلح ايش بيسموه، تغريدة، يعني تغريدة تدوينة منشور بوست كذلك. مواقع التدوين قائمة بأشهر المواقع التي تقدم خدمة استضافة مدونتك مجانا مع قائمة بمزايا وعيوب كل منها. تدوين نت عندك اللي هو وورد بريس، وأيضا موقع برضو تقدر تنشأ عليه اللي هو مدونة موقع، طبعا بدون إعلانات مزعجة، قوالب جاهزة لا يمكنك تعديل القوالب، اسم نطاق فرعي، بتكون لوحة التحكم عربية،
أسرع نظام للتسجيل في خطوتين بس بتسجل على طول الخدمة قيد التجربة. طبعا اسمه الموقع بتقدر تدخل له من هان www.wordpress.com. ادخل له موقع ووردبريس، موقع معروف ما فيش فيه آلات مزعجة، فيه قوالب جاهزة لا يمكنك تعديل هذه القوالب. اسم نطاق فرعي، في لوحة تحكم عربية فيها، طبعا أيضا بتدعم اللغة العربية، وفي أسرع نطاق، أسرع نظام للتسجيل في خطوتين. أيضا اللي هو عندنا في حاجة اسمها اللي هو النوع الثاني من المدونات، موقع مدونات جيران. مدونات جيران حتلاقي فيها قوالب جاهزة، وبتقدر أيضا تعدل على هذه القوالب، وبتقدر إن هو فيها طبعا اسم نطاق فرعي، وفي لوحة تحكم باللغة العربية، وبتدعم اللغة العربية، فيها إعلانات مزعجة للأسف، وفيها نظام تسجيل سهل باللغة العربية اسمها مدونات جيران. الموقع الإلكتروني www.jiran.com@blogs. في عندي مدونات مكتوب من مميزاتها فيها قوالب جاهزة، إمكانية إنه أنت تعدل على هذه القوالب، طبعاً إن فيها نطاق فرعي، وفيها لوحة تحكم عربية، تدعم اللغة العربية، فيها إعلانات صغيرة، نظام التسجيل فيها باللغة العربية، مدونات مكتوب. يعني عندنا برضو المدونات اسمها www.maktoubblog.com. أيضا اللي هو بلوجر، وهذا من أشهرها، دائما قوالب فيه جاهزة، في إمكانية تعديل نطاق فرعي، لوحة تحكم إنجليزية بتدعم اللغة العربية، وإعلانات صغيرة، نظام تسجيل باللغة الإنجليزية. هذا بالنسبة طبعا اسمه بلوجر، ورمزه اللي هو www.blogger.com. طيب نخش على اللي هو أهم مميزات وخصائص وعيوب المدونات. مكونات المدونة، تتكون مقالة المدونة الإلكترونية من العناصر التالية: بيكون عندي عنوان للمقالة، وبيكون عندي ملخص، وبيكون عندي نص المقالة، وبيكون عندي تاريخ المقالة، وبيكون عندي التعليقات، وبيكون عندي التصنيفات، وبيكون عندي الرابط الدائم في اللي هو في المدونات. إذا نشوف ما هي المقصود بالعنوان المقالة. عنوان المقالة بمثابة عنوان مقال صحفي، يكون عنوان مقال المدونة على سبيل المثال مثلا يوم رائع، أخبار رائع، هي عنوان مقالة. الملخص، أنت بتشرح في الملخص شرح مبسط أو اقتباس من المقالة يستحسن، ولكن ليس ضروريا كتابة الملخص عند نشر تغذية RSS على مدونتك الإلكترونية. وإذا كنت تميل طبعا إلى كتابة المقالات الطويلة، دائما يجب أن تكون نص المقالة يحتوي على المادة الأساسية للمقالة. تاريخ المقالة اللي هو تاريخ وقت نشرها دائما بيكون مكتوب. التعليقات طبعا هي الملاحظات اللي بإمكان القراء الإدلاء بها على مقالتك ويعطوا رأيهم. طبعا أنت بتقدر أنك أنت تفتح المجال للآخرين بالتعليق، أو أنك بتقدر تكفل أيضا التعليقات إذا أنت مش حابب. موضوع التصنيفات هو عبارة عن مواضيع أساسية بتكتب عليها أو تكتب عنها بانتظام في مدونتك الإلكترونية، من أمثلة التصنيفات يوميات تقنية أو رحلات. الرابط الدائم اللي هو بريما لينك، وهو عنوان انترنت دائم للمقالة. إذا كان عنوان مدونتك الإلكترونية على سبيل المثال مثلا myblog.blogger.com، فإن الرابط الدائم لمقالة معينة تكون مثلا myblog.blogger.com@ibrimin103.html. لاحظوا الرابط قديش صار طويل عندي. وينصح دوما طبعا بإرفاق الرابط الدائم لكل مقالة، دائما انت حط الرابط الدائم بعد كل مقالة، وعليه فإن أي شخص يقوم بإضافة رابط للمقالة الخاصة بك داخل مدونته، سيتم عندها ربط قراء مدونته بالمقالة نفسها من خلال الرابط الدائم للمقالة، بدلا من ربطهم بالصفحة الرئيسية لمدونتك. طبعا الروابط المرجعية تعتبر روابط لمواقع أخرى تشير إلى المقالة الخاصة بك. تغذية طبعا نسخة مكتوبة برموز برمجية معينة،
من مدونتك الإلكترونية أو أجزاء منها، وإذا قمت أنت بنشر هذه التغذية اللي بنلفظ لها بالآر أس أس لموقعك الإلكتروني، فإن بإمكان القراء الاشتراك في مدونتك بحيث يتم تنبيههم آليا عند نشر مقالة جديدة في مدونتك، حيث تظهر التنبيهات في برنامج قارئ الأخبار الخاص بهم أو في متصفح إنترنت متوافق مع الآر أس أس. خصائص المدونة الناجحة: من خصائص المدونة الناجحة فيما يتصل بكتابة التدوينات ما يلي: عدم كتابة موضوعات طويلة أو مفصلة في كل تدوينة، بل هي الأفضل كتابة فقرات قصيرة ومختصرة عن الموضوع. التحديث المستمر للمدونة بحيث لا يمر أسبوع واحد إلا وهناك على الأقل تدوينة جديدة. يعني خد بالك من موضوع أنه أنت لازم كل أسبوع تنشر لحتى تكون متواصل في قراءتك. ما تكتبش موضوعات طويلة ومفصلة، دائما اعتمد على الفقرات القصيرة والمختصرة. أيضا خليك كن أصيلا في الكتابة، ويجب أن تكون متنوعة في الموضوعات والمصادر المشار إليها. وفيما عدا الكتابة ثمت سمات طبعا عامة للمدونات، مثل مثلا إمكانية تصنيف التدوينات وفقا لتقسيمات موضوعية عريضة تظهر على واجهة المدونة، وأيضا إمكانية اشتمال واجهة المدونة على تقويم زمني شهري، وأيضا إمكانية الإشارة في واجهة المدونة إلى الروابط الفائقة لمجموعة من المواقع ذات الصلة بموضوع المدونة، وإمكانية الإشارة إلى العنوان الإلكتروني للصفحة الخاصة لصاحب المدونة على الشبكة العنكبوتية. يوجد مواقع أخرى تدعم خدمة المدونات، فهناك العديد من المواقع والبرامج التي تقدم خدمات التدوين، منها موقع بلوجر وهو موقع يقدم خدمات التدوين من جوجل، وهو من أشهر مواقع التدوين، ويشترط لعمل مدونة عليه أن يكون المدون بريد على الجيميل. طبعا هذه من المواقع اللي بتدعم خدمة المدونات. هذه المواقع بتقدم خدمات، يعني زي اللي هو الموقع بلوجر، وعطينا مثال في السابق عنها وقلنا انه هذا الموقع هو بتوفره شركة جوجل، هو طبعا من اشهر مواقع التدوين. طبعا انا بدي اياكم كلكم تدخلوا على مثلا الطلاب على موقع بلوجرز ويعملوا انشاء مدونة على هذا الموقع جديدة، وقولوا لي ايش بيصير معاكم. اشترط لعمل مدونة علي انه يكون المدون طبعا بريد على الجيميل، بدك يكون لك من خلال جيميلك تسجل في موقع البلوجر. موقع مدونتي هذا موقع آخر، مدونتي موقع عربي متخصص في تقديم خدمة المدونات العربية، طبعا كله مجاني، يسمح بعرض محتوى غير نصي. وموقع جيران أيضا موقع مشهور بيحوي عددا من المدونات المجانية، كما يمكن البحث من خلاله عن عدد من المدونات العربية. له واجهات مميزة على الرغم من أنه أقل تقدما من غيره. وأيضا موقع مكتوب هو موقع عربي لإنشاء المدونات وهو سهل الاستعمال. موقع مدونات وهو دليل متخصص بالمدونات العربية ويصنفها حسب الدول التي تنتمي إليها. وبرنامج ووردبريس المعرب، وهو برنامج المعرب ووردبريس برمجية حرة لإدارة محتوى المدونات تتيح إمكانات كبيرة للمستخدمين، وهي أنظمة أكثر طبعا احترافية مجانية تقوم بتركيبها على مضيف طبعا الهوست، وتقوم بحجزه مجانيا مقابل مادي، ومنها أيضا برنامج. طبعا أنا قلنا لكم اللي هو أهم موقع اللي هو موقع بلوجرز اللي هو من خلال التدوين جوجل. أنا دائما بفضل أنه دائما تعمل تدويناتكم على أي على مدونة جوجل اللي هي نسميها بلوجر أو ما يعرف بالمدونة. تستطيع نشر الكتابات والفيديو والصور على الصفحة الخاصة بك على المدونة من خلال الضغط على كلمة مشاركة جديدة وتحميل الملف. طبعا هذا هو شكل المدونة. هنا معلوماتك، نظرة، هنا بتعبي كل بياناتك معلوماتك بعد ما تنشئها. إنشاء المدونة وإعداداتها، طبعا أنت راح تدخل على اللي هو أول شيء على الموقع www.blogger.com، وفي شريط العنوان من متصفحك طبعا بتدخل. هذه هي واجهة البرنامج زي ما انتم شايفينها بهذا الشكل. طبعا بدك تضغط على السهم اللي موجود هنا زي ما انتم شايفين، وهذا هو السهم هنا، هي السهم، هذا هو السهم بيبقى موجود في هذه الخطوات.
طبعا بعد ما تضغط على السهم ستظهر لك صفحة جديدة اسمها create an account. هيها شايفين هذه هي البيانات اللي بتدخلها. بدك تدخل الخيار الأول اللي هو choose user name، بدك تختار اسم مستخدم وهو الاسم اللي ستدخل به على حسابك فيما بعد لرسالة تدوينات ونشرها، اسم المستخدم. بعدين بدك تدخل اللي هو كلمة السر. كلمة السر بتكون 6 حروف مع أرقام، وبدك تعيد كلمة السر في الخيار الثاني بعد انتر باسورد ريتب باسورد. بعدين بدك تكتب الاسم اللي تريد ظهوره على أنه اسم صاحب المدونة. تكتب مثلا مدونة الطالب أحمد محمد أحمد، أنا تكتبها اللي هو في اللي هو ديسيبلي نيم. بعدين بتدخل إيميلك اللي هو بريدك اللي هو على الجيميل إيميل أدريس، وبعد ذلك علم على اللي هو accept the terms of service، ثم اضغط السهم continue. ستظهر لك صفحة جديدة بهذا العنوان name your blog زي ما انتم شايفينها. بتدخل طبعا البيانات التالية على الترتيب، اختر اسم لمدونتك وسوف يظهر في اعلى المدونة ويمكنك كتابته باللغة العربية. اختر عنوان المدونة على شبكة الانترنت. لاحظ انه سيتكون من جزئين، الاول الاسم الذي ستختاره طبعا بلوج سبوت دوت كوم، ثم وورد فيريفيكشن، اكتب الحروف التي تظهر في الصورة امامك ثم اضغط كونتينيو. ستنتقل لصفحة اخرى بعنوان choose template زي ما انتم شايفين. هنا ستجد طبعا القوالب هذه جاهزة في اسود، في عندك الوان اخرى اخضر بني، قوالب بتلاقيها جاهزة. بتلاقي مثلا ممكن تكتب النصوص على اليمين النصوص على الشمال، هذه مسألة اذواق. انت بتختار القالب اللي بدك اياه وبتضغط على continue. لاحظ انه يمكنك معاينة القالب اولا قبل اختياره، وذلك بالضغط على view template، وستظهر بعد ذلك اللي هو صفحة تخبرك بأنه جاري إنشاء المدونة الجديدة، ولن يستغرق طبعا هذا الوقت. بالصور زي ما انتم شايفين، بعد هيك هتظهر لك صفحة مباشرة بتقول لك قم قد تم إنشاء المدونة بالفعل، وأنه يمكنك الآن البدء في كتابة أولى تدويناتك. بتضغط على السهم هتخش على لوحة العمليات. قبل أن تبدأ في نشر أولى تدويناتك من الضروري طبعا أن تتعرف على مكونات لوحة العمليات الخاصة بمدونتك لتغيير خواص المدونة بما يناسبك. بعد إنشاء المدونة لأول مرة يمكنك الضغط على Start Boosting لتدخل على لوحة العمليات الخاصة بك، ولكن فيما بعد عندما تريد الدخول لرسالة تدوينات جديدة ستفتح معك موقع بلوجر وتدخل طبعا باسم المستخدم وكلمة المرور. انت هذه المرحلة لازم انك انت تدخل فيها، والان هذه هي لوحة العمليات. بعد ان تقوم بالدخول بوسط اسم المستخدم وكلمة سر ستظهر لك لوحة العمليات التالية كما هي امامكم. طبعا هي إمكانية طبعا في لوحة العمليات رابط اللي هو لكريت أبلوج، وهو هي إمكانية عمل مدونة أخرى لنفس اسم المستخدم. بذلك تستطيع أنك أنت تعمل عدة مدونات مش مدونة واحدة بنفس المستخدم كيفما تشاء. في اللوحة أيضا في رابط اللي هو إيديت بروفايل، ومن خلاله بتستطيع إضافة أو حذف أو تعديل بياناتك الشخصية وصورتك أيضا. نلاحظ تعدل الصور اللي بدك إياها. يوجد في تلك الصفحة طبعا العديد من الخواص اللي هي للتعديل، اللي هو هتلاقي اللي هو إيديت يوزر بروفايل الصفحة. في يوجد في تلك الصفحة بريفيسي، وفيها تستطيع التحكم في خصوصية بياناتك، تمنع ظهور البروفايل مثلا أو تظهر اسمك الحقيقي وإيميلك، وتختار من مدوناتك أو المدونات اللي بتظهر بالبروفايل. بعدين خيار اللي هو ايدنتي، وهو خاص بهويتك من خلال مدونتك كاسم المستخدم واسم المستعار وايميلك. خيار اللي هو الفوتوغراف، وهذا بتضبط رابط صورتك اذا كنت تريد ان تضيف صورة لك او صورة معبرة عنك لتظهر على مدونتك. والاوديو كليب، ادخل ايضا ادخل رابط ملف صوتي ليظهر في البروفايل اذا حابب.
وأيضا جنرال يمكنك تعديل بياناتك الشخصية زي تاريخ الميلاد، لوكيشن يمكنك كتابة اسم مدينتك ومحافظتك ودولتك، والورك تستطيع ذكر مجال عملك أيضا، الاكستندد انفو، ويمكنك هنا إدخال بياناتك عن اهتماماتك والأشياء المفضلة لديك. طبعا في ملحوظة إنه إضافة بياناتك على البروفايل ليس أمرا إلزاميا، ولكنك تستطيع القيام بذلك إذا رغبت فيه فقط، وتستطيع أيضا أن تمنع نشر البروفايل الخاص بك وذلك بحذف علامة الاستفهام أمام خيار شير ماي بروفايل. إعدادات المدونة سيتنج في لوحة العمليات ستجد اسم المدونة التي أنشأتها وبجانبها رمزان أحدهما على شكل علامة بلس، وبالضغط عليه ستفتح صفحة لكتابة تدوينتك الجديدة كما ستعرف لاحقا. أما رمز الترس فهو خاص بتعديل وضبط إعدادات المدونة، وسنتعرف عليها الآن. في صفحة الإعدادات ستجد شرطين، الشريط الأول ويتكون من 4 أقسام رئيسية: بوستينج وسيتينج وتيمبليت وفيو بلوج. أما الشريط الثاني فيتغير حسب كل قسم. طبعا عندنا ملحوظة هامة، بعد أن أي تغيير تقوم به في إعدادات المدونة اضغط على سيف سيتينجز التي تظهر في آخر الصفحة التي قمت بالتعديل فيها، وذلك حتى يتم حفظ التعديل، وسوف تظهر صفحة أخرى وفيها اضغط على ببلش حتى يتم نشر المدونة بالإعدادات التي تم تعديلها. قسم الإعدادات ويتكون من اللي هو البيسك وهي إعدادات رئيسية، ومن خلاله نجد أوامر اللي هو تيتل لتغيير اسم المدونة، وديسكريبتيشن يمكنك كتابته هنا ووصف مدونتك، وستظهر أيضا أسفل عنوان اسم المدونة Add your blog to or instinct. إذا اخترت ياس فإنك هنا تسمح للبرنامج أنه يوضع مدونتك ضمن قائمة المدونات الأخرى عندهم أو بيطلع عليها الآخرون. طبعا أما اللي هو إذا اخترت اللي هو بيسألك اللي هو شاو كويك editing on your blog، إذا اخترت ياس ستظهر علامات التحرير السريع وستكون على شكل قلم أسفل كل تدوينة. إذا اخترت ياس ستسمح لزائري الموقع هنا بإرسال التدوينة لأصدقائهم اللي هو شاو إيميل بوست لينك من خلال ظهور رمز المظروف أسفل كل تدوينة. أنا طيب إذا اللي هو شو كومبوس مود فور أول يور بلوجز، إذا اخترت أنا ياس بتظهر حالة الكومبوس لكل مدوناتك وهي الحالة التي تمكنك من كتابة التدوين ونشرها بدون حاجة للتعرف على عوامل هوتميل. أيضا اللي هو ديليت ذيس بلوج هو أمر أنه أنت تلغي المدونة كلها وإعدادات النشر بابليكيشن. هذه كلها طبعا أشياء أنتوا من خلال التجربة راح تلاقوها وتشوفوها، وهي أوامر سهلة جدا هتتعرفوا عليها. طبعا شغلات كتير موجودة عندي أيضا، خيارات في المدونة راح نتعرف عليها، أهمها أنه احنا كيف نكتب وننسق وننشر التدوينات اللي احنا بدنا إياها، وبنصل إلى أهم مرحلة يعني طبعا في الآخر اللي هو بدنا نكتب احنا وننشر التدوينات. عملية بسيطة طبعا بتم اللي هو بتدخل على صفحة الكتابة والتنسيق، طبعا بتكون عنا بهذا الشكل، تدخل على صفحة الكتابة والتنسيق، هذا هو شكلها زي الوورد العادي. التنسيق زي ما انتم شايفين من على اليمين شريط التنسيق، في عندي عدة طرق لأخذ الكتابة، كيف هذه كلها الصندوق طبعا كلها معروفة، الخط، النوع، الألوان، زي اللي هو أشياء لها علاقة في اللي هو زي مثلا متصفح الوورد كلها بهذا الشكل. بدك تضيف صورة، كل هذه خيارات طبعا سهلة الصندوق هذا والتعامل معه، وبتنشر التدوينة، ولما تفتح اللي هو موقع المدونة راح تلاقيها منشورة في المدونة. طبعا أنا بدعوكم جميعا لأنه تنشئوا مدونة على البلوج، وإن شاء الله في محاضرة وجاهية على الزوم حندخل نتعرف مع بعض كيف ننشئ بشكل عملي إن شاء الله المدونة. إلى هنا تنتهي طبعا محاضرة اليوم، على أن نراكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة لنتعرف على أدوات الإعلام الجديد على الإنترنت.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.